بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته. الحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. اللهم وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم وصل على ريحانتي رسول الله الحسن والحسين. اللهم وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المنتظر. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قال تعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الآية المباركة تذكر ثلاث وسائل للدعوة. الحكمة، ما الذي تعنيه؟ البرهان، البرهان العقلي، البرهان العقلي المنطقي. الموعظة، ما الذي تعنيه؟ استخدام ما يرقق القلب، لأن القلب إذا عتى وقسى حجب العقل عن الرؤية، وهذا ما استخدمه آل محمد في مواقع ومواقع. لعلكم تسمعون لما أدخل الإمام الهادي سلام الله عليه على المتوكل وهو في مجلس خاص، وطلب منه أن ينشده شعرا، فاعتذر الإمام، ولما أصر طرق سمعه بما يحرك القلب: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والكلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، قد طالما أكلوا دهرا وكم شربوا، وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا. الوسيلة الثالثة الجدل. الجدل يعني ضمن ما يعني أن يلزم الإنسان خصمه بما ألزم به نفسه. يعني مثلا ينقل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه محاورة مع أحد أعلام المسيح الذي يدعي بأن المسيح له ذات إلهية، فقال له أمير المؤمنين: ما معناه؟ أوليس المسيح قليل العبادة؟ قال: ماذا؟ المسيح قليل العبادة؟ كان ثر العبادة، كان كثير العبادة. تبسم أمير المؤمنين
قال له: بالله عليك، إذن من يعبد؟ هذا لون من ألوان الجدل. على كل حال، ما أود أن أقوله، في الغالب الحكمة، الموعظة، الجدل في الغالب فرعا عن النقد. الإنسان يشوف أمامه حالة تتطلب حكمة، تتطلب موعظة، تتطلب جدل. هنا خلينا نمسك بالنقد. النقد ما هو؟ طبعا هذا موضوع كبير وما أود أن أطيل عليكم، ولكن باختصار، النقد، قد يتخيل البعض أن النقد مجرد إظهار السيء، تركيز على السيء. أبدا. النقد ثقافة وصف الحالة. من يتعرض الإنسان لحالة أمامه، موقف أمامه، أمر أمامه، يشخص الإيجابي ويبني عليه، يدعمه، ويشخص السلبي أيضا ويصلحه، سواء بالحكمة، بالموعظة، بالجدل، بالعمل. النقد هذا هو النقد، والنقد بحق ثقافة. النقد بحق ثقافة حقيقة. النقد أمر مطلوب للتغيير. أكو تغيير للأفضل من غير نقد؟ ترى الإنسان يفترض أن ينتقد نفسه، أن ينقد نفسه. وأكو رواية تقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. رب الأسرة ينبغي أن ينقد نفسه. الأم مسؤول عن المدرسة، إدارة المسجد، إلى آخره. من لا ينقد نفسه لا يتطور. طيب، إذن النقد ثقافة. النقد ثقافة، ثقافة ينبغي أن تعمم. النقد ثقافة. أنقد نفسي حينما أنقد غيري، ينبغي هالثقافة أن توفر له أن هذا قيمة، أن هذا شيء إيجابي. دائما احنا نتصور، من نتعرض للنقد نتصور أن هذا أمر سيء، هذا أمر سلبي. طيب، هالثقافة من المسؤول عن تعميمها؟ الكل، وخصوصا المسؤول عن التربية، من آباء، من أمهات، من مناهج، من مدارس. هؤلاء المسؤولون رقم واحد عن تعميم مثل هالثقافة. لكن في غالب حقيقة المجتمعات، ثقافة تربوية، ثقافة سامع أسلوب تلقين، لقن، كثر معلومات، حفظ معلومات. النقد تجلبه ثقافة التأمل، التفكر، التربية النقدية. أما تلك التلقين، هاي ثقافة أو طريقة كلنا حمزات الله، سامع بتلك القضية الطريفة، يقولون أكو واحد، هذا مسكين عنده ابن، يحب أن يكون هالابن أفضل الأبناء، أفضل ما يمكن، لكن ثقافته وياه اسمع وأطع، اسمع أحفظ. شافه بالتالي اسمع أحفظ، لا تتكلم أو انثبر أحياناً، هاي ما جابت رأس. شاف النتيجة، الرجل، الولد مسجل مو أكثر. فيوم من الأيام لما كبر هذا الولد، مار وياه بالسوق، فسمع واحد ينادي ابنه يقول له: يا عبد الله، منادى مضاف يكون منصوب، يا عبد الله. ما جاوب الابن، قال له: أقصدك أنت، ليش ما تجاوب؟ قال له: كلنا عبيد الله. لأن باللغة العربية أخطأ نحويا. فالتفت هذا، مال تربية احفظ، اسمع، انثبر، عزكم الله، زين،
قال له ما تصير مثل هذا. وين يصير؟ مو أنت اللي أسست، وين يصير؟ راد المسكين يصير. فيقولون مرة صعد على السلم هذا الأب ومتورط، وكان اسمه هذا حمزة. فيقول له يا حمزة يا حمزة يا حمزة جيب لي شغلة، متورط. وهذا قاعد ويسمع تحت. آخر شيء بعد قال له ليش ألا تسمعني؟ قال له كلنا حمزات الله. هاي النتيجة وهاي ما تثمر. على كل حال، على كل حال، النقد البناء ينبغي أن يكون صادر عن كفاءة، صادر عن موضوعية. وكل هذه مواضيع حقيقة مواضيع كبيرة، لا أود أن أطيل في الحديث حولها. أيضاً أن لا يتحول النقد إلى حالة مرض. البعض يصير عند النقد حالة مرض، كل حياته نقد، ويتصور أن الانتقاد هو النقد. هذا ما يشوف شيء أبيض، ما يشوف شيء حلو في أمامه. هذا يستحسن أن يخاطب بقول الشاعر: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. تمام. أيضا الوقوف عند الضروريات، أكو أمور ضرورات ما تنتقد. طيب، الأمر الأخير الذي أود أن أختم به فيما ينبغي أن يراعى عند النقد: مراعاة الآداب. مراعاة الآداب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.